الشباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت عملنا الفانكشن بتاعت السبرنج بتاعت جيت لينس اللي هي جيت اليمنت اوف ستودنتس، عاوزين بقى نحطها فين؟ حد فاكر معايا؟ نحطها في الفاريبل اللي هو نم اليمنت. اول حاجه بكل بساطه هروح في السيرفيس بتاعي، تمام، هاخد ديت كوبي بيست اختصارا للوقت، تمام، في الاخر اهي هعمل لها بيست، هخليها get student size، تمام، طبعا ما تاخدش اي بارامتر، طبعا بترجع number مش array of student، ترجع ايه؟ number. وهنا برضو بترجع number اهو، تمام، this.url، تمام، طبعا ده هنمسحه ونشوف هنزود ايه. هو واقف لغايه السيستم، إذن هعمل بلس اهو باك سلاش لينس، تمام، دي الفانكشن بتاعتنا. هنروح هناك بكل بساطه وبكل يعني مفيش اي مشكله، هروح هنا لما عندنا حاجتين، لما يعمل، خلينا برضو عشان دي تكون مفهومه، خلينا في الستودنت هنعمل هنا ايه؟ هقول له this dot students، او خلينا نعمل function اسمها get element students، تمام اهي، بتعمل return. ليه بقى؟ this.service.getStudentSize، تمام، dot ايه؟ dot subscribe زي ما احنا متعودين اهو، فتحنا القوسين سيمي كولون، هنا هنقول له this او الداتا الاول، الداتا بتاعتي اهو this dot num element اهي، حطيناها في النم element كده. اذا كله تمام، دي الفانكشن اللي بتجيب الاليمنت بتاعت الستودنتس، تمام. عاوز احطها فين بقى؟ كده مش هتشتغل، دي مجرد فانكشن جابت الاليمنت، تمام. اول حاجه عندي، اول ما بيعمل انيشلايز للكومبوننت ديت بينفذ الجيت ستودنت، تمام ولا لا؟ تمام. اذا ممكن نحطها هنا، تعال نحطها هنا ونشوف هل هتشتغل ولا في حاجه هتبقى ناقصه، تمام اهو جيت ستودنت، طبعا هيقول لك اكتب this dot get student، تمام، كلها حاجات قديمه ومجرد كل الاوامر اللي بنعملها اوامر قديمه، تمام. تعال نروح هناك، تمام، عندنا اهو خمسه element، تمام، خلينا نعمل اد ايا كان الاسم اختصارا للوقت، تمام اهو اهو ميل دون، تمام، واحد اتنين تلاتة ضاف لي الاتنين اهم، تمام كده. اذا كل حاجة تمام، كل حاجة ماشية معايا تمام. تعالوا كده نخلهم ديت اللي هو السايز خليها واحد، حد عارف هيجيب لي كم؟ المفروض دي خلاص نشيلوها عشان هو اصلا بيعمل له هنا سيت للايه؟ للفاريبل بتاعي، فشلتها عادي خالص. هنا قلت السايز واحد، اذا عندنا ست اليمنت يبقى عندنا ستة بيج. طبعا هنا شايفين مفيش ولا بيج، اذا عندنا مشكله. ايه المشكله اللي عندنا؟ المشكله اللي عندنا بكل بساطه ان انا هنا، خلينا نعمل ريلود بس كده اهو، تمام. المشكلة اللي عندنا، تعال نعمل انسبكت، ما عندناش ايرور، لكن المشكلة اللي عندنا ان احنا حاطين this dot get element students في get students، تمام. المفروض this dot get students المفروض ينفذ لي ديت، تمام. اذا في عندنا مشكلة، ليه مش راضي يظهر الايه؟
طب خلينا نحط ديت ايكوال زيرو برضه. طب خلينا ايكوال خمسة، تمام، خليها ايكوال خمسة، تمام اهو، تمام. اذا الفانكشن ديت مش ايه فيها مشكله ومش شغاله، تمام جدا. بكل بساطه يا جماعه احنا هنا مش هنا كان في خمسة، تمام. بكل بساطه المشكله اللي عندنا ان احنا هنا في الجيت اليمنت احنا قلنا الداتا، تمام، انا جبت الداتا بتاعتها ايه، جبتها، انا قلت this dot num element، تمام، وسكت. اذا مفيش حاجه، ما عملش حاجه، يعني هو ما عملش حاجه. اذا هقول ايه ايكوال الداتا كده، انا سويت النم اليمنت بتاعتي بالداتا بتاعتي، تمام كده، تمام. اذا هشيل ديت خلاص، مفيش خمسه، تعالوا هناك كده، شايفين بقت ايه سته، هم رجعت سته زي ما كانت، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، تمام. ستة ليه؟ قلنا احنا عاوزين السايز 1، يعني كل بيج يبقى فيها 1 element، والايه؟ والنم element عندي بستة، إذا هيبقى عندي ايه؟ ستة بيج، لو خليتهم اتنين أكيد هيبقى فيهم تلاتة، بقت واضحة خالص وكله تمام. لو عملت add مثلا محمد age 33 address أيا كان الفون ايا كان الميل، تمام، دن، تمام، بقت 1 2 3 4، تمام، 4 بقت اهو 1 2 3 و4 في اليمنت واحد. اذا كده كل حاجه يا جماعه تمام ومفيش اي مشكله، تمام. اتمنى يا جماعه يكون واضحه مفيش اي مشكله فيها، تمام كده لغايه دلوقتي، تمام. طب تعالوا بقى كده نعمل مثلا اسلام او اي اس، تمام، نعمل سيرش، تمام، سيرش فيها واحد بس، تمام، اي اتش مثلا نعمل سيرش، تمام. خلونا نرجع ديت واحد زي ما كانت، تمام. لو عملنا هنا سيرش باي، مفروض يا جماعة هنا خلونا students اهي، تمام، فيها سبعة، عندنا سبعة element، كل بيج فيها element واحد، تمام. لو رحنا كده هنا كتبت a h عملت search، مفروض عندي two element، صح ولا غلط؟ طب two element احنا قلنا البيج بتاعتها بايه؟ ب1، البيج بتاعتها ب1، اذا المفروض نهندل برضو الحتة ديت، هنهندلها ازاي؟ هنشوفوها في الفيديو الجاي. تعالوا هنا نعمل new issue، خلينا نرجع نعمل get size student element، تمام اهو، هنعمل new issue with angular، تمام، هنعمل assign yourself submit new issue اهي، copy، نروح هناك get add vcs commit control v closes commit and push commit and push push، هستنى قبل ما يعمل بوشنج، خلص البوشنج هروح هناك هيعمل لي كلوزد والكومنت بتاعه وكل حاجه، تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه توصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.